الشيء الثاني نحن نفتكر انه برضه الحكومه دي حكومه ما داري انها تكون كيكه بين احزاب. نعم. ما داري الاحزاب. نعم. الاحزاب حكمت، العسكر حكم السودان ده. نعم. حكومه حزبيه ضعيفه. نعم. انقلاب عسكري. نعم. انتفاضه شعبيه. نعم. ترفض الحكم العسكري، ومن ثم تاتي بحكومات ما تسمى بالديمقراطيه وتفشل ويقلب عليه العسكري. الان نحن دارين سودان جديد. نعم. لا حكومات ديمقراطيه ضعيفه. نعم. لا ديكتاتوريات عسكريه. نعم. الناس يقولوا الناظر ده مع الجيش. نعم. مع المنظومه الامنيه. نعم. مع الدعم السريع، مع الشرطه، مع المخابرات. يا اخواننا نبقى صادقين في كلامنا. نعم. ونبقى يعني صادقين بيننا وبين ربنا. نعم. يا اخواننا المنظومه الامنيه في كل، في حكومه عبود، في حكومه النميري، في حكومه البشير، دي هي السانده الانتفاضات الشعبيه واطاحت بالانظمه. نعم. يعني لو ما العسكر ده كان ما بتقوم الحكومه دي. نعم. لو ما الجيش والدعم السريع والشرطه والمخابرات الامن كان ما بتقوم الحكومه، تقوم كيف؟ نعم. فضل الاتصال ده، ما الحكومه ضربت الناس. نعم. كان يمكن تضرب من اول وما قدرت تسلم. لكن العسكر لا يمكن، العسكر الان سواء كان يبقى في الجيش ولا دعم سريع ولا الشرطه ولا امن ومخابرات، الان هم المسؤولين. نعم. مسؤولين عن امن البلد، ومسؤولين عن الثوره اللي انهازوا معاها دي. عشان كده نحن ما دايرين تكتلات حزبيه. نعم. من الان تحكمنا. نعم. دايرين ديمقراطيه، كل الاحزاب تهيئ دورها، ويجوا ناس خبر يراجعوا المفوضيات، يراجعوا السجل المدني، يراجعوا في الانتخابات، الفساد وغيره وغيره. في نفس الوقت لابد ان تكون مؤسساتنا العدليه قويه عشان تحاسب اي مفسد. انا الليله لو قالوا لي فلان ده شلنا منه 300 مليون اقول مظلوم. هو يمكن يكون مفسد. لو ما قدموا للمحكمه، لو ما انكشفت قضيته، بيكون يقول لك مظلوم انت تصدق فيه. عشان كده نحن دايرين محاكم سريعه. يعني اي حاجه قبضتها اللجان التفكيك تولي تقدم. الشيء الثاني لجان التفكيك نحن تضررنا منها، ما عندنا قروش. لكن عندنا في كل مؤسسه نفرين ثلاثه ولا بعدين طردوهم خلاص. اصلا ما عندنا من قروش شيء يشيلوه مننا ولا مصاب ولا هنا. لكن الحكومه ذاتها الفاتت عشان تكسبنا حزبيا واشياء ولا هناي تدينا نفرين، تدينا ثلاثه، تدينا خمسه. دال انا ممكن اقدم الان كشف كامل للجنه كما قدمته من قبل، اللي ود الفكي وضلعته كلمته وطاح كلمته بتاعت كلهم كلمته. قعدنا مع برضه مناع، كلهم قعدنا معهم. ليل ليله ما في زول. طيب في تمكين. نعم. في الوظائف. نعم. لجنه التمكين ده تمكين حزبي، يمكن حكومه المؤتمر الوطني مكنت ناس على حساب الاخرين. نعم. طيب ديل شيلوه. وقلت تشيل ديل ما تجيب انت من مزاجك. نعم. انا زول شريك في البلد ده. نعم. شوف النيل الازرق، جبال النوبة. نعم. شرق السودان. نعم. في كل الآن الأشياء الموجودة. نعم. في الوظائف في الهناية الولايات الثلاثة المظلومة، هذه الولايات الثلاثة عشان نبقى صادقين، شرق السودان، النيل الأزرق، جنوب كردفان، ديل الآن بشهادة من مسؤولين أنه أقل ناس في الوظائف. طيب أنت الوظائف تلغيها دي إذا كان وظائف غير مشروع. أنا ما ضد الشعب السوداني ولا احب انه يترفد زول ولا احب انه يتاخر زول، لكن اذا كان مثلا اذا كان لابد منه، اذا كان لابد من رفض الناس ديل، ما تجيب انت تديله. امشي للولايات اقل نمون واقل هنا اديهم ديل عشان يبقوا قدر الناس. واذا سبتهم كمواطنين سودانيين ممكن انا ذاتي يمكن ما اكون لا مؤتمر وطني لا حزب بعث لا هنا، لكن عشان الناس في يدهم سلطه يمكن اقول لا انا تبعكم عشان يعينوني. نعم. وزول ترفض زول برضه عنده اطفال وعنده هناك كده. نعم. انت راعي برضه الشعب السوداني، ما انت راعي انه الفاد ده فاد. نعم. الشيء الثاني
أنا دار أطمن شباب الثورة أنه أنا كقائد مجتمعي أنه معاهم مع الثورة، لأن كيف نتفق أنه نحن الثورة دي الثورة هي تكون ثورة الشعب مش ثورة أحزاب. الشيء الثاني أنا دار أقول أنه